السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت سنة اولى اعدادي الوحدة السابعة الدرس الاول والتاني من صفحة 10 لصفحة 19. انتظرونا. صفحة 10 1 منيرة وبعدين نقط شوبينج التسوق لاست ساندي لحد الايه الماضي بذهبت للتسوق وينت شوبينج ادي وينت. 2 هاو اوفن كم مرة دو يو جو انت تذهب تذهب للايه للسباحة جو يجي بعدها سويمنج على طول. 3 اي لايك انا احب وبعدين نقط باسكت بول كرة السلة احب لعب كرة السلة بلاينج. 4 اشرقت وبعدين نقط ذا شوبينج يعني قامت بالتسوق with her mother مع مامتها every Friday كل جمعة بتقوم بالتسوق يعني تتسوق مع مامتها. هنا مع ذا شوبينج ناخد does. 5 حمدي وبعدين نقط his friends اصدقائه يعني حمدي اتصل على اصدقائه to invite them عشان يدعوهم لحفلة عيد ميلاده اتصل هنا تبقى called. 6 how long ما طول المدة does it نقط you يعني تستغرقها منك to finish عشان تخلص الاختبار ده يبقى take. صفحة 12 1 نقط lives in seas تعيش في البحار اللي هي مين dolphins الدولفين. 2 there are fantastic paintings يوجد لوحات ايه رائعة at the معروضة فين يبقى في المعرض exhibition. 3 I had lunch تناولت الغداء at a big في ايه كبير نقط في الجيزة يعني يبقى restaurant مطعم. 4 I went انا ذهبت ايه زي ما بنقول went shopping على طول كده احفظها زي ما هي كده ذهبت للتسوق with my mom مع مامتي ايه الاسبوع الماضي. 5 I felt really انا شعرت ان انا حقا ايه my new school في مدرستي الجديدة شعرت ان انا nervous متوتر. صفحة 13 1 let's go on the big wheel هيا بينا نركب العجلة الدوارة اذا طبعا تبقى فين fun fair مدينة الملاهي. 2 it was great يعني كان شيء عظيم اذا فين بقى نقط my team فريقي won كسب 2-0 فريق بيكسب فين football stadium ملعب كرة القدم الاستاد. 3 وان وبعدين نقط is a dining room هي غرفة ايه غرفة طعام in an office في مكتب او مبنى او مدرسة اللي هو الكانتين المقصف. 4 the balls الكرات as the نقط are heavy تكون ايه ثقيلة يبقى فصلت الايه البولينج بولينج الي. 5 I loved the fish انا عجبني السمك I didn't see any whales ما شفتش اي حيتان فين بقى يبقى في معرض الاحياء المائية aquarium. 6 we learn a lot نتعلم الكثير about the earth عن الكرة الارضية والقمر at يبقى في مبنى القبة السماوية planetarium. 7 I like انا احب نقط on the big wheel العجلة الايه زي ما قلنا العجلة الكبيرة الدوارة دي يركب يبقى رايدنج اللي هي في مدينة الايه الملاهي. 8 I enjoyed walking انا استمتعت بالسير along بطول ذا نقط في اسكندرية بطول الايه البلاج بيتش الشاطئ. 9 حسان likes sports بيحب الرياضة he always goes to the دايما بيذهب للايه sports center مركز رياضي. 10 I have a أنا عندي إيه نقط once a month مرة في الشهر بعمل قصة شعر haircut طبعا الحلاق هو اللي إيه بيعملها لي. 11 we felt happy شعرنا إيه بالسعادة نقط the end يبقى at the end في نهاية our journey نهاية إيه رحلتنا. 12 this girl البنت ديت رهف اسمها او تسمى رهف is called. 13 it took me an hour استغرق مني ساعة نقط the test ان انا ايه خلص الاختبار took وبعدين هنا ايه زمن كده مدة زمنية ناخد هنا طول مصدر
to finish. 14 mom always مامتي دائما helps me تساعدني نقط my homework في واجبي. هيل بتاخد حرف الجر with. صفحة 16 وديت أسئلة كلها بقى على إيه زمن الماضي البسيط إحنا واخدينه في الترم الأول. 1 يعني الأسبوع الإيه الماضي، إذا تبقى الجملة إيه ماضي بسيط، هتبقى الإجابة went. I went to London، ذهبت لندن إيه في أجازة. 2 نقط رامي at the aquarium yesterday أمس، هل رامي كان في الإيه في متحف الأحياء المائية أمس؟ المهم yesterday تدل على الماضي البسيط خلاص، فبقول ايه هل كان هتبقى ووز. ديد ما تنفعش ليه؟ عشان لازم يبقى فيه فعل تاني هنا. 3 مام اند اي مامتي وانا وينت شوبينج، ذهبنا للتسوق، ادي وينت ماضي بسيط خلاص، يبقى نختاره ايه لاست، لاست فرايداي الجمعة الماضية. 4 اي وينت شوبينج وذ ماي جراند داد، رحت ايه بقى تسوقت مع جدي خلاص، يبقى هنا ايه وينت برضك ماضي بسيط، نختارهم يسترداي عشان الماضي البسيط امس. 5 وين وبعدين نقط ادم موف هاوس يعزل، متى ايه ادم ايه يعزل؟ فقال لاست مانث، يبقى الشهر الماضي، يبقى ماضي بسيط نختاره فعل مساعد ديد هنا للماضي البسيط. السؤال اللي بعده ريد اند كوريكت، اقرا وصحح. إجابة جاهزة نفهم سبب الإجابة بس. 1 تمور دي يعني غدا، وهنا في وينت ذهبت، دي ماضي بسيط، يبقى تمور هتبقى يسترداي أمس. 2 أم دي للمضارع خلاص، وهنا في يسترداي أمس، أم في الماضي تبقى إيه بقى تحول للماضي البسيط تبقى ووز، أي بتاخد ووز طبعا في الماضي البسيط. 2 arrive وهنا في كوت، دي ماضي بسيط يبقى لازم ده يبقى ماضي هو كمان، arrive هتبقى arrived بمعنى وصلنا. 4 وير ما تجيش مع مجدي، مع ماجد سوري، ماجد ده ياخد ايه ده مفرد. السؤال اللي بعده اختياري بردك. 1 we saw some dolphins، شفنا بعض الايه الدولفين. 3 months من 3 شهور ايه مضوا، هنا عندي saw تبقى ماضي بسيط، يبقى هنا الماضي البسيط ago. last ما تنفعش ليه؟ عشان last المفروض تبقى ايه last month مثلا، يجي وراها ايه last month last year، لكن بتيجي في اخر الكلام في الماضي البسيط طبعا ago. 2 هاني وبعدين نقط some new shoes، بعض الايه الاحذية الجديدة، last Saturday السبت الماضي، عندي last تدل على الماضي البسيط يبقى ديت ماضي بسيط بوت. 3 لسه متكررة، ادي ماضي بسيط هنا ديد، يبقى نجيبه اجو. 4 نهلة وبعدين نقطة فانتاستيك ويك اند، عطلة نهاية اسبوع ايه رائعة، لاست مانث الشهر الماضي، لاست يبقى ماضي ايه بسيط تبقى هاد، يعني قضت عطلة ايه نهاية اسبوع رائعة. 5 بيقول ايه بقى ان احنا دلوقتي في يناير، يبقى ات ووز ديسمبر، كان ايه ديسمبر ده ايه الشهر الماضي لاست مانث، عند دي ووز ماضي بسيط ومن معنى الكلام كمان ايه الشهر الماضي. طيب الجملة دي هنا moved دي ماضي بسيط صح، يبقى نجيبه ايه الماضي البسيط في دول 4 yesterday امس، بمعنى our family moved اسرتنا انتقلت او عزلت للمنزل الجديد في اسكندرية. صفحة 17 رقم 7 they وبعدين نقط at the party في الحفلة yesterday أمس، بقى إيه هم إيه كانوا في الحفلة where، زي بتاخد وير. هتقول لي did أنت بتيجي مع الماضي البسيط بس لازم يكون هنا في فعل، مفيش فعل يعني اللي قلناها كل شوية بقى، دي ماضي بسيط arrived وصلوا خلاص، بتيجي في آخر الكلام في الماضي البسيط إيه بقى هنا ago 10 minutes ago، يعني منذ إيه 10 دقائق مضوا. يسترداي هنا ما تنفعش عشان هنا في ايه اللي هي المده الزمنيه دي 10 ايه 10 دقائق، لازم تبقى اجو. 9 ايه بيسال بي وبعدين هنا فرده قال لي ايه شور، المهم نفهم مع بعض نقط يو ريدي فور يسترداي اكزام، يعني هل كنت مستعد للامتحان بتاع امس؟ يسترداي بقى امس خلاص،
يبقى ماضي بسيط تبقى مع يو تبقى وير. وقلنا دي ما تنفعش ليه؟ عشان ما فيش هنا فعل أساسي في الجملة. 10 the students went to the fun fair. went ماضي بسيط خلاص، ومع ويك هنا يبقى last week الأسبوع الماضي، ذهبوا إلى إيه؟ مدينة الملاهي الأسبوع الماضي. 11 علي ووز، علي كان إيه؟ عطشان جدا. so يبقى هنا إيه؟ ده ماضي، كان عطشان يبقى شرب، يبقى drank. didn't drink ده ماضي بسيط بس المعنى هيبقى خاطئ، جايب معنى وقاعدة. 12 I not buy anything، اشتري اي شيء من المحل ده. last night الليلة الايه؟ الماضية. خلاص انا عندي هنا ايه بقى؟ last night الليلة الماضية، ماضي بسيط خلاص. طيب وايه كمان؟ ونفي هيبقى ايه؟ وجه فعل اساسي يبقى didn't، يبقى وزنت ما تنفعش ليه؟ عشان هنا في فعل ايه؟ اساسي ومصدر. 13 didn't طبعا يجي بعدها الفعل في المصدر. she not to the city yesterday امس، يبقى ماضي بسيط went. what time ما الساعة وما الوقت. نقط he get up اللي هو استيقظ. last monday الاثنين الماضي، الاثنين الماضي يبقى ماضي بسيط did. ده اللي بعده read and correct، اقرأ وصحح كلمة تحت الخط دي. نفهم سبب الإجابات. 1 age طبعا هتبقى ago، عندنا هنا an hour خلاص، an hour ago يعني منذ ساعة ايه مضت، فطبعا جبنا ago ليه؟ لأن ده زمان طبعا ايه ماضي بسيط اهو did. 2 عندي last تدل على الماضي البسيط، يبقى هنا driving الماضي البسيط منها drove. 3 ago تدل على الماضي البسيط، يبقى move هتبقى moved ماضي بسيط. 4 last week الأسبوع الماضي تدل على الماضي البسيط، يبقى رايد هتبقى الماضي منها ايه؟ رود ماضي بسيط. 5 هاف وفي هنا يسترداي، يبقى ايه ده؟ تدل على الماضي البسيط، هاف هتبقى هاد. صفحة 18 عندنا ده سؤال محادثة. دنيا خرجت مع مين؟ with her family مع أسرتها أمس. دنيا بتكلم هبة فبتقول لها I went out with my family yesterday، ذهبت مع أسرتي أمس. بعدين إيه سألتها سؤال فقالت لها we went to the fun fair يعني روحنا مدينة الإيه؟ الملاهي. وهتقول لها أين ذهبتم؟ أين يعني إيه؟ where. وبعدين went دي ماضي بسيط نجيب فعل مساعد did، we دي تحول إلى you يبقى where did you، ونرجع went لأصلها نعيدها لمصدرها تبقى go. راحت سألها سؤال في 2 وقلت لها yes I ride on the big wheel، أنا ركبت الإيه العجلة الدوارة. يبقى تقول لها هل ركبت العجلة الدوارة؟ طبعا yes هنا بس تفهم بهل، هنا رود دي ماضي بسيط نجيب فعل مساعد did، نحول I إلى you خلاص، يبقى did you ride on the big wheel. هي بقت لها did you have lunch، هل انت تناولت الغداء هناك؟ يبقى هتقول ايه yes I did، او ممكن يو ديت تبقى وي بردك تبقى yes we did. وممكن تقول اجابة ايه طويلة اطول من كده، نقول ايه بقى yes we had تناولنا الايه بقى lunch الغداء there هناك، يعني الاتنين صح. يا دي هي بقى قالت did you go anywhere else، هل رحت مكان تاني اخر؟ فهنا ايه مش هنتسرع في الاجابة ده استفهام بهل. فقالت لها we saw sea animals شفنا حيوانات بحرية، يبقى راحوا فين؟ متحف الايه او معرض الاحياء المائية. يبقى yes we went to the aquarium، نعم ذهبنا الى الايه معرض الاحياء الايه المائية. فهنا بقى بعلامة تعجب هتقول لها يعني شيء عظيم، او اي اجابه ثانيه هي تكون مناسبه للمعنى. انا احب الذهاب لايه معرض الاحياء المائيه. السؤال اللي بعده اختياري رقم 1 بدايه الجمله بيقول لي يعني ان اليوم ده يوم الاربعاء. so it was tuesday لذلك التلات ايه يبقى كان امس yesterday. 2 what did you do ماذا انت فعلت، وبعدين هنا ادي did يبقى ده ماضي بسيط، وهنا نقط last weekend
يبقى الإجابة لاست، عطلة نهاية الأسبوع الإيه الماضية، ماضي بسيط بقى فهمناها. صفحة 19 3 we had lunch، تناولنا الإيه الغداء in the school canteen، في الإيه الكانتين بتاع المدرسة. 4 the best place to buy، أفضل مكان تشتري منه زوج من الأحذية is the shopping center، مركز التسوق، باقيين طبعا ما ينفعوش خالص. 5 her father باباها cooks great food، بيطهي طعام عظيم، طعام رائع يعني، at a famous، في ايه شهير، مطعم restaurant. 6 not is a place، ده مكان، where you can play، تقدر تلعب، or watch، او تشاهد، sports matches، ماتشات ايه رياضية، في الاستاد stadium. السؤال اللي بعده read and correct، نفهم سبب الإجابة. 1 is هتبقى was، ماضي بسيط. طب ليه؟ عشان الجملة التانية هنا missed، يعني فاتها الباص، ماضي بسيط، يبقى دي لازم تبقى ماضي، ماضي بسيط. 2 doesn't، وهنا عندي yesterday تدل على الماضي البسيط، فتبقى didn't للماضي البسيط. 3 ago تدل على الماضي البسيط، يبقى travels تحول إلى traveled، سافرت. 4 enjoyed خلاها ماضي بسيط enjoyed، طب ليه؟ عشان عندي هنا yesterday أمس، تدل على الماضي البسيط. الفيديو انتهى، أتمنى لكم دوام التوفيق.